وللوقوف أكثر مشاهدين على أوضاع كردستان العراق والخلافات بين الحزبين الكبيرين في كردستان العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي الأستاذ كاظم ياور. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم أستاذ كاظم. يعني مجلة إيكونومست البريطانية تقول إن تجربة كردستان العراق اليوم أصبحت على المحك بعد أن شهدت تطورا ملحوظا على مستويات عديدة في السنوات الماضية، ما أسباب هذا التراجع الأخير برأيك؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا حكومة إقليم كردستان العراق أو مؤسسات الإقليم الدستورية صح أنها في آونة الأخيرة تعاني من فراغ قانوني ودستوري نتيجة تأخر إجراء الانتخابات في الإقليم وحل البرلمان أو انتهاء عمل البرلمان دون أن يقوم بتشريع قانون الانتخابات وكذلك بتجديد أو تشريع قانون للمفوضية انتخابات متعلقة في إقليم كردستان العراق. كل هذه الأمور أبدت أو خلفت واقعا سياسيا لربما تكون فيها الغالب الفراغ الدستوري والقانوني، حيث أن حكومة إقليم كردستان العراق لا تستطيع العمل بشكل مباشر وبصلاحيات واسعة دستورية مع الحكومة المركزية وكذلك حتى مع الأطراف الإقليمية والدولية مثل ما كانت عليه الأمور سابقا. كل هذه أدت تداعيات سياسية محلية وكذلك إقليمية ودولية بأن تقوم هكذا جهات دولية بتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق بأنها أوضاع جدا خطرة لربما تؤدي إلى يعني الأمور إلى تفاقم الأزمات أو اشتداد الأزمات ما بين الإقليم وكذلك المركز. طيب، ما العلاقة بين الخلافات بين الأحزاب الكردية مع التراجع الذي شهده أو شهدته المحافظات في الإقليم في السنوات الأخيرة؟ طبعا أحزاب الكردية يعني مثل حالها مثل حال الأحزاب الأخرى في العراق وحتى في خارج العراق في بلدان الأخرى، هناك صح تنافس لربما من نوع جدا شديد ما بين الأحزاب الكردية على السلطة وعلى تقسيم لربما الحصص الحزبية في الإقليم منذ عقود من الزمان، يعني أكثر من 30 سنة هذا الأمر قائم، ولكن الكل كانوا يتفقون على السيادة الإقليم وحفاظ على مكتسبات الإقليم. هذه الأمور كانت من الثوابت ما بين الأحزاب الكردية، ولكن مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة في هذه السنوات الأخيرة أصبح هناك بعض الجهات الاتحادية وكذلك دول إقليمية تتدخل لكي تجد فراغا أو ضعفا هنا وهناك لتنفذ إلى سياسة إقليم كردستان العراق ومؤسسات إقليم كردستان العراق لكي تجعل هناك فجوات جدا كبيرة ما بين كل هذه الأحزاب من أجل دفع بسياسات خارجية منها يعني يقال ليس فقط في الإعلام بل في أوساط سياسية وبرلمانية الاتحادية بإرجاع المحافظات الإقليم إلى الحكم المركزي الشديد مثل ما كانت عليه الأمور قبيل 2003 وما قبلها. ولكن أي مراقب سياسي يعني منصف أو دقيق يجد أن يعني شعب الكردستاني أو إقليم كردستان العراق كل هذا طوال هذه السنوات كانت لديه مشكلة قائمة مع حكومات العراقية المتعاقبة، فوجدت فرصة بالتعايش السلمي عبر مؤسسات الحكومة العراقية بهذه الدستور الجديد، ولكن 20 سنة من التطبيق الغير العادل لا أقول فقط من قبل الحكومة الاتحادية، ولكن الأسباب مجتمعة مع الجميع الأطراف
لم يحسنوا التصرف ضمن هذا الدستور العراقي الجديد. فاليوم كل الأطراف مؤدية إلى مصير سياسي مجهول للعراق وللإقليم. طيب بالتالي هذه الخلافات في بين الأحزاب الكردية مكنت الحكومة في بغداد من فرض سيطرتها ولو على الجانب الاقتصادي بجوانب متعددة، وسيطرت على موارد كردستان بل أخضعتها إلى قرارات محددة. طبعا هذا الأمور واضح لكل منصف سياسي عندما يرى يشرع قوانين، مثلا قانون الموازنة، وكذلك عندما ألغيت قانون النفط والغاز، وكل هذه الموارد كانت ذاتية لحكومة إقليم كردستان العراق، ففقدت هذه المصادر التمويل لمؤسسات الإقليم، أصبحت بيد الحكومة المركزية، ومضت لربما على هذه القرارات ما بين 3 إلى 4 أشهر ولم تطبق، يعني كما كانت تدعي الحكومة الاتحادية عندما تسلم كل هذه الواردات النفطية والواردات المحلية إلى حكومة الاتحادية، سوف يحصل الإقليم على حصتها بشكل منصف وعادل كما رسمت في القانون، ولكن هذا الأمور لم يطبق بشكل عادل ومنصف كما جاء في قانون حتى الموازنة الأخيرة. فالأمور ذاهبة إلى مصير مجهول للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وكأنه هناك أجندات خارجية تريد يعني تمزيق البنود ما اتفق عليها الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، وكذلك ما رسمته حتى الدستور العراقي من بقاء إقليم كردستان العراق ضمن عراق الاتحادي بما يضمن بنود الدستور العراقي، ولكن الأجندات الحالية هي أجندات فوق الدستور وفوق السياسات المحلية العراقية، هي لديها طابع أجندات خارجية تريد بالبلاد العراق سوءاً لا نعرف. وهذا أستاذ كاظم يعني يجرني إلى سؤال، أن الخلافات سواء ما بين الأحزاب الكردية أو ما بين الأحزاب الكردية والإقليم والحكومة في بغداد، دفعت حزب الاتحاد الكردستاني إلى فتح الباب أمام نفوذ طهران في كردستان العراق، كيف ترى هذا النفوذ وتمكنه من مفاصل القرار داخل الإقليم في المحافظات الشمالية على الأقل يعني السليمانية؟ يعني بالنسبة لدور طهران في إقليم كردستان العراق وفي العراق بين واضح، حيث في إقليم كردستان العراق يمتد تاريخ هذه العلاقة أو هذه التدخل لأكثر من 40 سنة إذا صح يعني التسمية من حيث الزمن. فهناك يعني إيران لديها علاقات جدا كبيرة، نتيجة عندما كانت معارضة الكردية السياسية وحتى المسلحة يعني تتحرك من أراضي الإيرانية إلى أراضي العراقية، كل هذه العلاقات كانت قديمة وامتدت ما بعد 2003 إلى يومنا هذا، هناك علاقات مع الأحزاب الكردية، وحتى أن هذه الأحزاب لا تخفي أن إيران ساعدتها، وحتى كانت هناك تمويل لحملات انتخابية، كل هذه واضح المعالم واضح. ولكن مجلة الإيكونومست البريطانية تقول أن الميليشيات الموالية لإيران تعمل على تهميش دور الأحزاب الكردية اليوم. هنا الإشكالية أن الجمهورية الإسلامية لم تبقى علاقتها مع أحزاب الكردية مثل ما كانت عليه في السابق، وكأنها تبعت برسائل أن مصالح الجمهورية الإسلامية هي في العراق درجة أساسية لتحقيق أهداف الإيرانية، عندما كانت هناك معارضة مسلحة كردية تقاتل نظام البعثي سابقا كانت الجمهورية الإسلامية تستخدم هذه الأحزاب. أما اليوم عندما اختلفت الأجندات ما بين بعض الأحزاب الكردية مع أجندات إيرانية، أصبحت إيران تريد إرجاع هذه الأجندات إلى أجنداتها السابقة عن طريق بعض الجهات العراقية الأخرى.
من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ كاظم ياور، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.